هلو في <applause> جاز جيسبر كو وزاد بيان رجعت بعد غياب طويل قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا راح نهضر على لي ليفغ تاوعي آه كاين غراماتيك دوزيام اني وكاين لي عاودتو هدا مازاله نورمال لي لقيت بلي لازم ندير فيه تغيير هو تاع تاع الباك تاع الكرامر الوغ درت نسخه تاع 2021 لي بي انتريسي باه يدي هذه النسخه نسخه بلوتو انتو لي لي انتريسي باه يشري هذا النسخه يتواصل معايا سوغ انستغرام دوتش ميت لويزا لاصقه ما بينها حتى اسباس سينو سوغ ما باج فيسبوك دوتش ميت لويزا اوكي الوغ هذا هذا الكتاب واش راح تلقاو فيه تلقاو فيه دروس مشروحه بال اون كولور داكا وكاين وين ماني مترجمه الوغ ركز على استعمال لي كولور تما لازم تبعو بلي كولور تاني كاينه حاجه غادي تلقاو دي زيكزرسيس مي دي زيكزرسيس من عندي من دي باك سابقه من 2011 حتى ل 2021 الوغ من تولي تحل هاد لي زيكزارسيس تاع الباك غادي توالف الطبيعه تاع الاسئله تاع الباك وميم تو ماركو واش هي واش هما الافعال اللي يتعاودوا صوالح لي يوتيليزوهم بزاف في الباك وكاين دروس غادي ما تلقاوش فيهم حتى اكزارسيس تو سامبلومون باسكو جامي طاحو داكوغ سي بون فهمنا الوغ لي انتريسي بهذه النسخه تاعي تاع 2021 باك 2022 اي كونتاكتيني سور مي ريزو اللي راهم في البروفيل تاع اليوتيوب داكو الوغ راح نبداو اليوم بالحروف اوكي دس الفابيت هذا يستهدف لي راهم باغيين يخيرو المون دوزيام ماني ويستهدف الفئه لي راهي باغيه دير باك لونغ سا قرات سيونتيفيك وغادي يروحوا ديريكتومون باك لونغ سا ما عندهمش قاعده الوغ باه يقلعوا في الدروس الاخرين لازم لهم يعرفوا لي زالفابيت داكوغ سو so, ليتس جو مادابيا الوغ مادابيا هذا طابلو ينكتب عندكم مادابيا تبداو اه, تعاودو 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 في الحروف حتى توالفوا النطق تاعهم وتسيوا تقدبوا كتاب تاع دوزيام ماني ولا وتسيوا تقراو تربطوا دوك الحروف اللي قريتوهم تعلموا تنطقوا اوكي بزاف مهم لي دوزيام ماني داكوغ ميم لي راهم سيونتيفيك وغادي يروحوا باك لانغ الوغ بريوميرمون راح نبدا نقرا لي زالفابيت تو دوسمون اه الو هنايا كيفاش ينكتبو وهنا النطق النطق اون فرونسي وهنا النطق اون عرب هنا مثال هنا النطق تاعو وهنايا uh, ترجمه تاع المثال اوكي اونفوا كومونسي ا امل امل عندي أم راس اسم فيتوس بي بي شوفو راني دايرتها هكذا بي بوخ إن هنا النطق تاعو أنا غاب هي الترجمة تاعو اللي معناه كتاب تسي, تسي هذا اسم ولد وإن كانت هنا كيفاش ننطقوه بالعربية كي نقراوه غادي ننطقوه داكو دي دكتور هنا النطق تاعو دكتور وهنا هي الترجمة تاعو طبيب اي الف هنا النطق تاعو وهنا الترجمة تاعو اللي هو رقم احدى عشر فخاو كيفاش يعني ننطقوها فخاو تاعها امراه إيه نفس الشيء مع الحروف الاخرى جي غوت ه ها سيد اي اش اي اش يوت يوت وحده ما كيجي حداه إيه. ا ولا او ولا اي Alors, c'est le J se prononce yacht. Mais en y a anglais. Il y a un Nam. K. Classe. L. Lerar. M. Moutur. N. Nein. O. Octobre. P. Papier. E K. K. Qualité. Après, tu te fermes. نقولو كف باسكو هنا لو كو لو كولون وحدو سو كو مي هنا راه حداه او كيولي كولون بليس او لو او هادي سو كفا. برونونس على حسب الحرف اللي حداه كاين حداه ا نقولو كفا كاين حداه او نقولو كفو الوغ هذا كو مي كيولي كولون او غادي نطقو كفا كفاليتي اللي هي الجوده ار غشتش

Faou, fater. V, vas. Alors, le W, on prononce F. Et le, euh, le V, on prononce F. Et le W, on prononce V. D'accord Faw. ouf, ouf. Mais qui dit de la A ou la dit Faw. Fa, fater. Hadi, on prononce V, vas. Mèda. X, nous Alexander. Y, ouf, ouf, ypsilon. Ypsilon. ايبسيلون اوكي وهنايا من نجو ننطقوها في كلمه ننطقوها عاود نطقنا اي اوكي كيما لهنا جيمنازيوم جيمنازيوم اللي هي مدرسه مدرسه ثانويه ايبسيلون وحده هنا الحرف كي راح تنطقوه غادي تنطقوه كي يكون وحده مي لهنايا في الكلمه جيمنازيوم لو زد اون برونونس تسيت تزفاي هذه اون برونونس تزفاي اللي هو نيميرو دو الوغ راح نعاود نقرا لكم الحروف مدبيه تبعوا معايا داكوغ نبداو ا ب س د اي اف ج ها اي ي ك ال ام ان او بي كو ار R إس نكملو T U V V إكس يبسيلون ست غادي نعاود لكم الكلمات اللي راهم لهنايا ماذا هذا الطابلو تكتبوه وتسيو تقراوه كل يوم الوغ بلا براتيك راح توالفو امل بوخ سيزار دكتور الف فراو غوت Herr, ich, ja, Klasse, Lehrer, Mutter, nein, Oktober, Papier, Qualität, richtig, September, Tür, und, Vater, was, Alexander, Gymnasium 2. Also, Herr Delschorow. هادو الحروف اوكي راح نزيدو نتعرفو على حروف اخرى زائده لي هما كاين هادو هاد البي ماجيسكول هاد تبعو معايا وركزو في هاد النقطة بيان دكوغ هاد لو بي ماجيسكول تعوض دو زاس سافو ديغ لو بي ماجيسكول غومبلاس دو زاس هذه البي ماجيسكول تعوض اثنان ملي اس هذه كيفاش نسميها ما نقولوش بي ماجوسكول نو نقولوا اس زد اس زد دكا هي الاسم نتاعها الاسم تاع هذه كي واحد يملي عليك اونالمون يقولك لك زي اس زد الوغ بمجرد انا نسمع اس زد راح نكتب هاد لو بي ماجوسكول مي كي تكون في الكلمه راح ننطقها على اساس انها دوزس على سبيل المثال فايس تشوفوها هيلا فايس Abiade blanc, d'accord? Le isme le isme t'h s t s t et la prononciation de a il y a deux s. Alors on prononce deux plus deux s. Weiss, ça veut dire le blanc, blanc, ça veut dire abiad ok? S t h les intonons nouvelle fois le horté au S t h on se prononce che ش اوكي okay. اس تي ها اون برونونس ش على سبيل المثال شول نبدا نلصق شو. أل. في الحروف هادو ثلاثه نطقهم ش هادي او هادي ال هادي او في الالمون كاينه حاجه كاين لو او تنطق الاو ننطقوها كون نروح نشوف الفرونسي ولا ما ننطقوش الاو بصح في الالمون ننطقو الاو نقولو شول ماشي شول شول اون برونونس لو او داكور هادو زوج حروف جدد كاين حاجه واحده اخرى اللي هي لو اوملاوت واش هي الاوملاوت ركزوا معايا اوكي الاوملاوت هي هادو لي دو بوا اللي راهم الفوق هادي هادي كيفاش انا نسمي هذا الحرف ا اوملاوت اوملاوت واش هي واش هي لو دو بوا هادو اللي راهم فوق الا هادو زوج نقاط اللي راهم فوق الا انا نسميهم اوملاوت اوم laut بمجرد الا ينزاد له هادو لي دو بوين لي نسموهم اوملاوت لا برونونساسيون سا معناه ان النطق يتغير كيما كنشوفوا هذا الحرف لي هو ا اوملاوت اون برونونس اي هنا ا وحدها هكا هكا وحدها ا مي ا اوملاوت ا بزوج نقاط اللي هي ما نقولوش نقولوا ا زوج نقولوا ا ام لاوت نوالفو ا ننطقوها اي على سبيل المثال فيتر فيتر هو جمع فاتر فاتر اب فيتر أب اوكي سي فدير اي اون برونونس اي إيه. لو او وحدها عادي مي او ام لاوت اون برونونس او إيه. اكونومي إيه ما نقولوش اكونومي نو داسيست فالش هذا خاطئ نقولوا اكونومي إيه ايكونومي اوكي او من تولي الاو فوق زوج راح نقولو او اه. من اوليو او اه وحدها او نقاطي اللي هي او ملاوت او او ملاوت هي او اه. نفس الشيء هادي لو ال هادي وحدها بالفرنسي نقولو او مي في الالمان نقولو او غير زوج نقاطي او او تاع الفرنسي سا هاكا او او Haka, Haka ngoulou ou Haka ngoulou U » ou oum on prononce u. Aya sabi le mittel, Muter »,« muter » Aya la et hali hum, muteur, muteur, avec ou, hum, muteur, c'est le plural. Alors, ou oum on prononce u. Aya notre bel français, e, u. D'accord? J'espère que vous avez tout à l'heure, notre octobre. ننتقل الى حاجه اخرى اللي هي لو سي اش السي اش عندها ثلاث تتنطق ثلاث خطرات عندها ثلاث صوالح مختلفين سي با كيفاه فهمها لكم ولا يدوكم فاهمه لكم سي اش دي فوا ننطقوها خا دي فوا ننطقوها كا اي دي فوا ننطقوها شو يجي واحد يسقسي يقول انا وين تنطقها خا وين تنطقها كا وين تنطقها شو هذا هذا حاجه لوجيك كاينه حاجه اه قبل ما نهضروا عليها نهضروا على الاوملاوت هذه الاوملاوت هذا الزوج قاطي يكونوا غير في الا و الاو و سي الحروف الاخرين غير معنيين بالاوملاوت تصدق؟ انا الاوملاوت وين تنشوفها نشوفها في الا و الاو و الاو سي متفقين هكا تولي اي او او دكور اتفقنا وين ننطقوا لو سي اش خا وينتا

كما راكم تشوفوا اون برونونس خ تولي تنطق بالخ زاخ كوخن توخ صاي اتفقنا على هذا الشيء وانت انا ننطق لو سي اش كا كي تكون لو ار لو اس ابري ابري لو سي اش على سبيل المثال زيكس هو رقم ستة هنا الاس راهي مور سي اش واش انا نشوفو هنا الاس 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 هير راهي بعد سي اش سافيدير هذا يولي كا زكس صاي اتفقنا وينتا ننطقوها شو وينتا ننطقوها شو عندما ياتي قبله الحروف الاتيه من يكون قبلها شي يكون قبلها او اي ا اوملاوت او اوملاوت او اوملاوت اي ا اي اي ان ار الوغ كي نشوف هاد الحروف لي راهم هنا مستفين قبل سي اش هادو الحروف يكونوا قبل سي قبل سي اش ننطق هنا سي اش ننطقوه على سبيل المثال غشتس 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 اش فليش لو شير اش اوش فانشل دوخش غير تسبق هاد الحروف لو سي اش هنا ننطقوه شو غير تسبق هاد الحروف الخ سي اش ننطقوه خا وغير يجي الاس مور سي اش يجي ابخي لو سي اش اون برونونس كا صاي اتفقنا اتفقنا على هاد النقطة روحو لحاجة وخد اخرى كاين حروف زائدة حروف وخد اخرى مازال مازال ما يكمل الدرس نكملو هادو زوج سي بون داكوغ

كرسي اس بي شب و اس تي شت الوغ والحركه غادي تكون على حساب الحرف اللي موراه الا كانت حداه اي الوغ راح نقول شبيل الا كان حداه او راح نقول شتول على حساب الحركه اللي تكون قدامه مهم هادو زوج حروف مع بعض الوالا شب زوجة شت كاين حاجه لو و لو كا اون برونونس كا هادو زوج في رحبه كيكونوا هكا حدا بعض ننطقوهم كا غوك زاك اللي هي حقيبة ظهر غوك زاك صاي تفهمنا تاني تاع الساعة اللي هضرنا عليها كو بليس او كو بليس او اون بخونونس كفا إلا كان حداه أ آه. هاكا كيما مارك... كيما راك تشوفوه هنا ننطقوها كفا هاكا تنكتب مي لا بخونونسياسيون كيما هاكا كفا سي بون على سبيل المثال كفادغات كفادغات ميدان كفو كي نمشي نشوف هاد ال... هكا هاد ال... هاد الحروف اون برونونس كفو علاش باسكو لو كو بليس او اون برونونس كفا اي ولا كان حدا ا كفا حدا او كفو سافا دير لو اللي يجي بعده هو اللي يقرر الحركه اللي غادي نروح لها كفا كفو اكسيترا على سبيل المثال كفوتن كفوتن بمعنى تاعها حصص هنايا النطق اوكي هنا توجو غتلقاو النطق هنا كيفاش ينكتب سي بون تفاهمنا على هذه النقطه ننتقل الى الجدول اللي بعده واش راح واش راه يقول هذا الجدول نطق الحروف المركبه الوغ الحروف المركبه عندها نطق لو او اي و لو اي عندهم نفس النطق اللي هو اي عقلوا معايا اي هادو زوج او اي و اي اون برونونس اي على سبيل المثال

أي ناي إي فيا Alors, اخر حاجة نهدرو عليها في الحروف هي اي بلس جي اون برونونس اش على سبيل المثال لهنايا ساكون رماركيتو كو عندنا كلمة غشتش انا شا قلت مع التالي غشتش ما قلت غشتك مع التالي واش راح انا نشوفو اش كتشوفوا فيها اي و جي اي و جي راهي مع هي لا بلو تكون فلافا ما تكونش في الديبي الوغ عندما تكون اي اي و جي في اخر الكلمه ننطقها ايش على سبيل المثال غشتيش اوكي غشتيش اي بلس جي اون برونونس ايش غشتيش ساي سي بون و الا كانت الا

لهنا هنا ما نقولوش اوند ما نقولوش اوند نقولو اونت هاي الترجمه تشوفوني دايره اونت النطق اونت اونت هذا يعني ان الدي وراهي اه الدي الدي عندما تكون في اخر الكلمه عندما تكون الدي في اخر الكلمه ننطقها تي على سبيل المثال أنت هذه الكلمة ننطقها أنت سي بون كيما الإي و جي إيش وال أو ال و جي أو جي أك إي دي في نهاية الكلمة تي على سبيل المثال أنت كانت هذا كان هذا هو الدرس تاع لي بما غاديش نشوف بلي راه فيه بروبليم ولا